بتسوانا فكنا مسافرين، فاحنا اللعيبه بتخاف من الاكل اللي بره والاكل اللحوم اللي مش حلال والحاجات دي. فانا كنت بقعد مع النني لان انا كنا اصغر، انا والنني صغيرين وكنا مصعدين مع المنتخب مع كابتن هاني يعني. فكنا بنروح نجيب احنا اكلنا بقى من السوبر ماركت، بس كابتن هاني طبعا كان مانع لان في نظام اكل وفي نظام تغذيه وما ينفعش الوزن والحاجات دي. فاحنا كنا بنروح نجيب جبن ونروح نجيب حاجه عشان كنا خايفين ناكل في المطعم والشيف اللي من هناك يعني. فكابتن هاني ما اعرفش عارف منين هو وكابتن طارق ساعتها استغويت في ناس واقفة على الباب عارفة مين اللي بيطلع مين يروح ومين يجي، هو برضو مفوت ناس. فنزلنا التمرين، كنا أول ما وصلنا نزلنا التمرين رجعنا كلنا عاملين بقى بنشوف الشنط عشان جعانين طبعا، طالع من التمرين جعان ملقتش فيها أكل، ملقتش الأكل اللي أنا جايبه شاريه. وديت الأكل فين يا كابتن هاني؟ دخل بقى الأوض كلها. أخدته منين إزاي؟ مقعد يعني اللعيبه خد الماستر كي بتاع هم في التمرين وخلاص. وانا عرفت ان اللعيبه جايبه اكل من بره واحنا حاطين نظام معين نظام في الاكل ووزن وبلاوي سودا. أيوة بقى شيبسي بلاوي سودا صح؟ لا هو طبعا فقررنا رجعنا من التمرين انا والنني، فبيقول ايه ده في حد دخل الاوضه. فاحنا كنا ساعتها كنا فاكرين ان الناس بتسرق الموبايلات يعني في السفر بيبقى ساعات الاحداث دي بتحصل ان ممكن حد ياخد جزمه من شنطتك الحاجات دي يعني. فاحنا كنا خايفين ان حد، فلقينا اللعيبه كلها واقفه في الصف بره يا جماعه هو في حد حصل حاجه مين اللي كل الاكل؟ كلنا عرفنا بقى ان الاكل كلنا اتاخد مننا يعني. بس فساعتها كنا رايحين احنا بقى منتخب مع كابتن ضياء السيد مظبوط، فحضرتك برضو خدنا الاكل منهم، من خدنا جزء من الاكل لان احنا كنا هنسيب المنتخب الاولمبي نرجع لمنتخب الشباب نقعد في جنوب افريقيا عشان عندنا بطوله الشباب بقى. فانا والنني خدناه وكملنا بقى اديتهم برضو نصيبهم كل واحد كيسين شبه عشان الطياره بالظبط كده. طيب مع حضراتكم هنطلع فاصل ونرجع.